السل إذا مشاهدي قناة شوف تي في، مساء الخير ومساء النور عليكم في هذا النقل المسائي المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان. أمامكم على الصورة شاب كيقطن نواحي بن سليمان، فداز معنا في واحد اللايف عبر قناة الشعب قناة شوف تي في كيطلب باش يلقى خدمة بالفعل، فداز الحمد لله في لايف عبر قناة الشعب قناة شوف تي في ولقى خدمة وخدم تقريبا واحد 40 يوم. مي المشكل اللي عنده وهو المسافة البعيدة ديال الخدمة اللي بعيدة وبعيدة، فكينعس على حساب القول ديالو جوج سوايع فقط وخاصو يفيق يرجع للخدمة لأنه بعيدة وكيمشي على رجلو الطريق مقطعة. فمشى عند الباترون، ياك طلبتي على افونس باش تاخذ شي موتور، قال لك شي سير موتور الله ولا يعاونك. بيكالا؟ قال لي ما كاين لا افونس لا والو، قال لي الباب الباب، وقلت لي راه حسابي، قال لي حسابك ما واخديش، قال لي سير حتى لشارجوج وتعالى. سير حتى لشارجوج وتعالى تماما. ف دابا قررتي شنو قررتي دير؟ قررت اخويا انني نبيع شي كلوة وندير بها شي مشروع، وهذا الشيء اللي كاين اخويا. يعني ان واحد بلا كاين واحد الحاجة. السلام عليكم، معكم الحرشة محمد. المهم كنت خدام في واحد الشركة لا داعي للاسم ديالها، ما تقولش اسمها. كنت خدام في واحد الشركة وديك الشركة الباترون ديالها شينوي يعني يهودي، ما مسلم ولا شي حاجة. بلا ما تقول اسماء، بلا كان المدير ديالك ما تسولهاش تقول لنا عليه. المهم انني خويا قهرتني الطريق، يعني ان ديك الخدمة بعيدة بعيدة وبعيدة بزاف على الدار، يعني ما يزيد على واحد 25 كيلومتر والطريق مقطع، يعني ما كاين لا تاكسيات لا يعني ما كاين لا تاكسيات لا والو، يعني خويا الطريق انها مقطعة ماشي 99% ولكن راه 100% الطريق راه مقطع. كان فيق اخويا مع 3 الصباح 3 ونص 4 راني شاد الطريق وش من الظلام وغادي. يعني اخويا في العشية عاوتاني كنخرجوا مع لسة، دابا ولينا كنخرجوا حتى لسبعة في العشية، يعني كنا كندخلوا مع الوحدة لسة، دابا ولينا كندخلوا من جوج حتى لسبعة. هذيك السبعة كنخرج انا في الظلمة، يعني اخويا كنخرج ما كنوصل للدار حتى العشرة وناس، غير واحد ثلاث ايام وليت كنوصل للدار حتى ال11 والو خويا. رجليا طابوا عليا رجليا طابوا عليا خويا بالمشي، واللي مشيت اخويا بحال كما هكذا عند الباترون. السلام عليكم. وعليكم السلام. ديت معايا بحال المترجم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت لي عافاك راه باغي شي افونس باش انني ناخذ شي بيكالا او لا موتور على حساب افونس اللي تعطيني باش نبقى ندير باش تماما باش ندير بلاصمون من الدار الخدمه من خدمه الدار. قال لي ما كاين لا افونس هو، قال لي بغيت تخدم راه الخدمه ما بغيتش يخدم الباب، وثاني حاجه ان ديك الشركه ما لا اوراق لا والو، ما مسورين ما والو، الى درجه راه واحد الدار تقطعوا لي جوج صبعان وما داروا معاه حتى شي حاجه. قال لي ما كاين لا افونس لا والو، قال لي فلوسك قال لي فلوسك على اليوم الشارجو. جيت لي كيفاش غادي شارجو؟ قال لي قلت لي مجري عليا من الفوق ما باش يعطيني فلوسي، قال لي ما كاين لا فلوس لا والو. وما لقيت ما ندير اخويا، جيت بحال هادشي هادشي اللي كاين. صافي قررتي اخويا قررت انني بغيت نبيع شي كلوه، يعني كلوه قال لك دير 70 مليون 80 مليون، انا اللي عطاني اخويا 30 مليون الله يربح اخويا. انا باقي قلت لي غير 20 مليون خويا ما كده. انا اخويا اللي عطاني اخويا فيها 30 مليون الله يسهل عليه. لا حيت قبيله قلت لي 20 مليون، واش قلت لي 20 ولا 30؟ قلت لك اخويا فعلا 20، ولكن ان ديك مثلا بحال كما هكذا لا كان شي بيع ولا كذا، يعني ان ديك 20 راه كلوة عندك صحيحه ما فيها حتى شي حاجه. انا اخويا ما مبلي ما والو، كلوة اخويا راه باقا في اللاج ديالهم 18 العام، يعني اي واحد يعني طالع كما كيقولوا طالع في الجد، يعني اخويا ما كاين لا ما كاين لا مرض لا والو، يعني ما كاين لا مرض لا انا ما كنعاني لا بمرض لا والو، على قول الله اكبر.
على خويا ما كنعاني لا من مرض لا حتى شي حاجه. زياده على ذلك انني ما بلي ما والو، زياده على ذلك انني ما بلي ما والو. كنطالب اخويا بشي واحد لا كيعرف شي واحد انه محتاج بشي كلوة نتعاون معاه ويتعاون معايا هادشي اللي كاين، اولا شي محسن انه يدير ليا شي بروجي. يعني ديجا انا عندي مع البيع وشراء، يعني ديجا انا عندي مع البيع وشراء. كيقول لك اللهم التجاره ولا الاجاره، واش متفقين اخويا ولا لا؟ يعني كيقول لك اللهم التجاره ولا الاجاره. بغينا اخويا نديرو شي بيعه وشريه حلالا طيبه، اللهم نجيبو ديك 100 درهم اولا 150 اولا 50 اولا 60 درهم في النهار اولا بلاش. واحد الميتا كيقول لك اخويا اللهم قليلهم دوم اولا كثيرهم مقطوع. يعني اخويا كنطالب ان اخويا بغينا نديرو شي بيعه وشريه حلالا طيبا. اللي يقدر انه يتعاون معايا مرحبا، اللي يعرف شي واحد انه محتاج شي كلوه فعلا انه محتاجه، يعني فعلا انه محتاج شي كلوه وباغي يشري، راه الرقم ديالي راه هو فوق من الفيديو، راه غادي نقول لكم ان شاء الله في هذا الفيديو في هذا اللايف هذا. يعني اللي بغى يشري مرحبا. الرقم ديالي هو 06 74 81 56 26. الرقم ديالي هو 06 74 81 56 26. يعني اخويا راه كما وانت سخيتي باش تبيع كلوتك. واخويا راه حتى شي واحد اخويا ما سخا، راه عيني مثلا واحد راه كيشوف بهم، رجلين راه كيمشي بهم، ايدين راه خدام بهم، حتى شي واحد اخويا ما سخا. يعني حتى شي واحد اخويا ما سخا بشي حاجه، واش فهمتيني اخويا ولا لا؟ حتى شي واحد ما سخا بشي حاجه. انا ما كرهتش انا ما نبيع ما والو، شي واحد انه يساعد معايا وندير شي بيعه وشريا حلالا طيبا. هادشي اللي انا اخويا ديجا راه كنت خدام اخويا في البيع وشراء شحال هذا اخويا، من قبل ما يتزادوا في هادشي ديال الاسعار وكذا، يعني راه زادوا في هادشي ديال الاسعار وكذا، راه خلاو لينا حنا ما نقولوا. واش فهمتيني اخويا؟ قرار رسمي قررت تبيع كلوه. اخويا قررت انا نبيع كلوه، كما قلت لك انني اخويا كنت كنبيع ونشري في كازا في الطوبيس نقل المدينه. كنت اخويا كنبيع واحد الكارطونه بيمو، كارطونه ديال بيمو ديك الوقت كنا كناخذوها ب 30 درهم، 30 درهم كناخذها. كنطلع الطوبيس السلام عليكم الخوت وخواتات وطريق السلام للجميع، شكون فيكم يتعاون معنا باستا كتحيح الدار وكطول الشعر وكتحيد لك البروده من الدار، عندك كول ما عندك شكول، واللي ما عندوش وما كالش يبقى عليه التقليد. خوت الخواتات صليوا على النبي، شاري ما شاري صلي على النبي، كل شيء كيبدا اللهم صلي عليك رسول الله، اللهم صلي عليك رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانع على التجاره ونهانا عن الاجاره. يعني اخويا كتبدا الدور وكتحط، كاين اخويا اللي كيعطيك درهم، كاين اللي كيعطيك 10 درهم بلا ما ياخذ عندك لبيمو ولا جوج. رجع للموضوع دابا، حتى دابا قرار رسمي. الموضوع اخويا القرار الرسمي هو انني اخويا قررت نبيع شي كلوه. يعني اخويا راه حتى شي واحد اخويا ما سخاب شي حاجه ديالو، راه شي واحد ما سخاب، ولكن ما يعني هذا هو القدر ديالنا، ما عندنا ما نديرو. حلمي شاك يقول لك موت وحده هي اللي كاينه. اللهم واحد انه يضحي، اللهم واحد انه يضحي وعلى الاخر يعني على الاخر انه غادي يقدر انه يدير بها شي حاجه، اللهم انه واحد يضحي. وعليكم السلام. يعني اخويا اللهم واحد انه يضحي، يعني واش واحد يبقى بارك هكا مربع يدي ما انا ديجا اخويا كاع مريح باش نكون واضحين، راه كنمشي اخويا راه كنتقاتل اخوك تجيبوه من فم السبع. كلمه اخيره محسنين ومحسنات، شي واحد مثلا اللي بغى يتعاون معنا ولا شي حاجه مرحبا، شي واحد اللي كيعرف شي واحد انه فعلا انه باغي يشري شي كلوه مرحبا، راني باغي نبيع. الرقم هو 06 74 81 56 26. الرقم ديالي هو 06 74 81 56 26. بالنسبه للبروجي اللي باغي ندير هو ديال الحوت، يعني اللي عن كروسات الحوت اخويا. الكلوه شحال باغي تبيعها باش نختموا هاد اللايف؟ الكلوه اخويا باغي نبيعها 30 مليون. ما بين 20 30 مليون. ما بين 20 ما بين 30. مسخي بها. ما ساخيش باش نكونوا واضحين. الله يعطيك الصحة. كلمة أخيرة. كلمة الأخيرة، بارطاجيو هذا الفيديو هذا، واللي كيعرف شي واحد يخلي اللي كيعرف شي واحد أنه يبارطاجي مع هذا الفيديو. تحياتي للجميع. إذا مشاهدي قناة شو تي في، إلى هنا.
نصل إلى نهاية هذا اللايف مباشرة من نواحي بن سليمان. كان معنا هذا الشاب اللي صافي الكلوة ديالو باغي يبيعها ب 30 مليون. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء مشاهدينا الكرام.